راه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هادشي اخويا اللي غنقول لك هو هذا، راه حنا ضعنا في وليداتنا وكلها عباد الله تشوات في ولادها، ولا ما كانش اللي حرك شي حاجه ولا تململوا ولا تزعجعوا ولا قالوا اش هادشي. والله انا مطالع بيا وانا باقا الان ما باقا حتى تشوف العائله دايره بيا، لا خلاوني نهبل علاش على ولدي ما نتحابش هاد الفزعه توقع لي، ولدي وولد اختي، ولدي وولد اختي، ولا اله الا الله محمد رسول الله وانا اليه راجعون. الا كان ميت الله يوالي برحمه الله، والا كان حي او في السبيطار او باقي في الجثه في البحر ربما ما ينقدروا ملينا يجيبوا لنا عجوتات نبردوا، ما راسي على فينا العافيه. حنا دخنا تلفنا ما كايناش عرفنا ما نديرو، ما كايناش عرفنا ما نتصورلكش الحالة فاش حنا. أنا عاد ديك الساعة فاش تأكد ليا الخبر ما عرفتش، كل مرة يقولوا بلي نغوتو يقولوا بلاتي زقو 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 راه باقي الحقين زقو 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 عا بلاتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله أخويا وصافي. هادشي هو اللي كاين، راه رحنا بين نارين. بان ليا ولدي غادي تفلي بكا في عقلي، كاع راه عقلي غير مع عقلي غير مع الماكله ما كنتش ناكل، الناس ما ناساش بخاطري، يعني تنبقى مستوها مفكر عقلي غير معاه، ما مرتاحاش عقلي غير معاه، ما بين لي العواشر لا والو، ما عندي حتى شي خاطر والو.